بتسبب مصدر ازعاج كبير قوي لناس كتير، حياتهم تتلخبط، بيعرفوش يصحوا بدري، بيعرفوش يناموا كويس، بيكون ده ليه تأثير كمان على الصحة العامة يا محمد. سؤال مهم جدا بنسأله، ازاي الناس تتخلص من الأرق؟ ايه هي عدد ساعات النوم المثالية للإنسان؟ طبعا ما حدش بينام ساعات طويلة بسبب ظروف الشغل والضغوط اللي احنا بنعيشها. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة سالمة مرزوق، أستاذ تشخيص المخ والأعصاب بالقصر العيني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح نور، أهلا وسهلا. علميا وطبيا ايه هو عدد ساعات النوم المثالي للانسان اللي بيحتاجها الانسان يوميا؟ والله ده سؤال مهم جدا. احنا دايما بنتسال السؤال ده، بس هي الاجابه ان مفيش حقيقه عدد ساعات ثابته، لان ساعات النوم بتختلف من الاشخاص لاشخاص ثانيه، وعلى فكره بتختلف فاميليا، يعني بنلاقي في عائلات ممكن تنام أقل من عائلات تانية. بس إحنا اللي بيهمنا هو إن النوم يبقى مشبع. يعني إيه مشبع؟ يعني حتى لو نمت عدد ساعات قليلة، فعدد الساعات دول لازم أقوم في الصباح عضلاتي مرتخية، تركيزي كويس، نشاطي أنا راضي عنه. حتى لو نمت 3 لـ4 ساعات، يعني في ناس ممكن تنام 4 5 ساعات وتقوم النوم بالنسبة لها مشبع جدا. وبيبقوا على فكرة فعلا عائلاتهم كلها عندهم التندنسي جودة النوم، يعني جودة النوم. يعني احنا بنسجل، وازاي نعرف حاجة زي كده؟ يعني ساعات كتير قوي ناس بتتلخبط، طب انا ازاي اميز؟ دلوقتي بقى في فحوصات نوم بتسهل كل الكلام ده. احنا بنسجل زي رسم القلب كده، بنحط زي سلوك على المخ، بنقدر نعرف هل النوم جيد. زي مثلا ما بنشوف هل ضربات القلب جيده، بنقدر نعرف هل النوم جيد ولا لا. فبنقدر نطمن الشخص، لا والله النوم هنا نوعيته جيده ومش محتاجه ان انا اتضايق او اتوتر ان انا محتاجه ازود عدد ساعات نوم. لا، اطمنهم واقول لهم عدد الساعات القليل ده مقبول، ولكن لازم نطمئن على الجودة. والجودة بتتحسن بحاجة اسمها sleep hygiene، أو صحة اللي هو إزاي أنام بطريقة صحية. وده إحنا بنعلمه للناس في المراكز. طيب ليه دايما بنشوف يا دكتور ان الرجاله يقدروا يناموا عدد ساعات اقل بس يومهم يبقى مظبوط، وبس الستات بتنام عدد ساعات اكتر عشان تقدر تكمل يومها بشكل طبيعي؟ هل بتختلف عدد ساعات النوم من عند الرجاله عن السيدات؟ لا، هي مش بتختلف قوي، بس هي في حاجات بتاثر على النوم. يعني احنا عندنا مؤخرا كل التدخين بيأثر على النوم. إيه، وطبعا على فكره كل حتى التدخين كل انواع التدخين. احنا ليه دلوقتي بنذكر انواع التدخين؟ لان في كتير جدا جدا من الناس فاكره ان التدخين الحديث اللي هو الايكوس والحاجات الجديده والفيب اللي هي مش السجاير، ملهاش تاثير حقيقي على النوم، وده مش صحيح. لان التنفس له تاثير مباشر على صحة النوم وجودته. فبيفرق جدا جدا. فمع الأسف احنا ككوميونيتي او يعني الفرق بين الرجال والسيدات، احنا بنلاقي ان الرجال بيدخنوا عادة اكتر من السيدات. فبالتالي هم بيصحوا اكتر، يعني النوم بالنسبة لهم ما بيبقاش طويل زي السيدات. ده احنا بنلاحظها على فكره. صحيح. ودايما مشاكل الاصوات اثناء النوم، او يعني زي ما بنسميه الشخير اثناء النوم، ده بيجي اكتر في الرجال. وده علشان دايما التدخين، حتى التدخين السلبي على فكره، هم الرجال لما بيخرجوا صحيح. بيخرجوا حتى وسط في القهاوي وفي الاجتماعات، واللي ما بيدخنش بياخد دخان من اللي بيدخن جنبه. فده بيخلي التنفس أصعب، وبالتالي بيخلي عدد ساعات النوم أقل. ودي مش ميزة، يعني دي مش ميزة. صحيح. أبدا، لأن ده معناه أن في الغالب هو محتاج عدد ساعات أطول، بس مش قادر ياخدها لأن التنفس
مش مديله فرصه ان النوم يبقى مشبع او يبقى نوعيته جيده زي ما اتكلمنا في الاول. يعني حضرتك بتاكدي دايما على فكره جوده النوم، سواء في النوم الخفيف او العميق او يعني مراحل النوم المختلفه. عايز اسال حضرتك بالنسبه للاطفال، دايما بيقولوا انه لازم الاطفال ياخدوا وقتهم في النوم لانه هرمون النمو بيشتغل اكتر في الفتره دي. هل في عدد ساعات معين او مثالي لنوم الاطفال، وازاي اخلي طفلي ينام بشكل مرتاح عشان يساعده ده في النمو بعد كده؟ دي معلومه مهمه جدا جدا، يعني انا شاكره للسؤال. الجراس هرمون او اللي هو هرمون النمو مهم جدا، مش بس علشان النمو، علشان لو في لا قدر الله اي التهابات او اي امراض مزمنه بتتحسن على فكره جدا جدا لو النوم جودته كويس. نعمل ايه؟ ابسط شيء ابسط شيء، احنا هنبعد عن الاشياء اللي بتعمل اضطرابات حقيقيه في النوم، اللي هي ايه؟ اول حاجه النور الابيض. يعني الاطفال ممنوع تماما اللي في اوضهم يبقى فيه نور ابيض، ودي حاجه كومن انا بشوفها جدا. الاباجورات اللي بيذاكروا عليها ممنوع تبقى نور ابيض خالص. كل الكافيين طبعا ممنوع تماما عند الاطفال تماما. والكولا بانواعها احنا بنديها كجايزه على فكره، يعني وحتى في السويتس او في الحلويات اللي هي بسيطه من فضلكم ممنوع خالص. الحلويات دي اكتر حاجه بتخلي الاطفال هايبر، يعني ما بيناموش اصلا. بالظبط، سبيشلي بقى وبالذات الانواع اللي فيها شوكولاته والانواع اللي فيها كولا. دي يعني ممنوعه تماما لاي طفل احنا بالذات بنحس ان عنده معاناه في النوم. يا ريت لو حسينا ان ابننا او بنتنا ملخبط النوم بتاعهم، فعلا بيبقوا محتاجين فحوصات النوم عشان نعرف ايه الحاجات اللي نبعدها عنهم. لان ساعات في اطفال بنقول لهم مثلا اللابتوب، لان كل اطفالنا دلوقتي بيذاكروا على اللابتوب. لا، ده نور ابيض متقطع، ده بيعمل تنشيط جدا جدا وبيعمل زي استثاره للوعي. فبيجي الطفل عشان ينام بيبقى صعب عليه جدا النوم. فبالتالي هو بيبقى محتاج وقت طويل علشان يدخل في النوم. احنا بنعمل حاجه اسمها فحوصات النوم، حاجه اسمها مالتيبل سليب ليتنسي تايم، اللي هو الوقت اللي بياخده اي شخص ما بين النور لما يطفي غرفه النوم وما بين ما بيقدر الشخص يدخل في النوم حقيقه، اللي هي المرحله الاولى للنوم. لو لقينا الفتره دي طويله، لا بندي نصايح بقى ان اللابتوب مثلا لازم يتحط له زي سكرين او مانع للنور. يعني ساعات مش بنقدر نقول للاطفال امنعوا اللابتوب، صحيح، بس بندي يعني لا، الطفل ده لازم يجيله سكرين بروتكتور او مانع للنور على اللابتوب، على الموبايل، على الايباد لو بيشتغلوا في ايباد بالمدرسه. كل الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. وحتى ان لو بالذات بيستعملوا الانوار المتقطعه، على الاقل ممنوع استخدامها في نور مظلم او في غرفه مظلمه. لازم يبقى يعني يا اما في نور الصباح يا اما في غرفه مضاءه، اضاءه جانبية. ده لو اي بقى ام دلوقتي كانت مش فاهمه ليه ابنها بيسهر كتير بالليل، ده مش بس عشان هو قاعد على اللابتوب، ده كمان هم دلوقتي ما بيسيبوش الموبايلات من ايديهم. صح. شكرا ليكي دكتوره سالمه مرزوق، استاذ تشخيص المخ والاعصاب بالقصر العيني.